اهلا بكم مشاهدينا الكرام وجوله جديده في عالم الصحافه المحليه والعربيه والعالميه صدر صباح اليوم والى تفاصيل هذه الجوله ونستهلها من صحيفه الاخبار. قمه مصريه رواندية بقصر الاتحاد السيسي اهميه التعاون بين دول حوض النيل. الرئيس نرفض اي اجراءات احاديه الجانب من شانها المساس بمقدرات الشعوب. وكاجام يعرب عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخيه مع القاهره. من صحيفة الوطن مصر تدين هجمات الحوثيين في السعودية وتراجع في الإصابات والوفيات بكورونا خلال الأسبوع الماضي. التعليم امتحانات المرحلة الثانوية تركز على الفهم وليس الحفظ. شوقي يمكن إجراء الامتحانات ورقيا وإلكترونيا. توجيهات رئاسية بمراعاة التصميم الحضاري لتطوير جامع عمرو بن العاص. إلى المصري اليوم. الحكومة لا أعباء على المواطن في برنامج النقد الدولي الجديد ومعيد يستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستدامة معدلات النمو. الري تزيل 51 ألف حالة تعدي بمساحة 7 ملايين متر مربع. تعاون مصري كازاخستاني في تبادل السلع الغذائية والثروة الحيوانية. من صحيفة الأهرام نقرأ وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني للتغيرات المناخية في شرم الشيخ وتفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والاحتكار ولمحبي الرياضة. اليوم المنتخب يغادر إلى السنغال لمواجهة الحسم. موقف الفراعنة أفضل لتجاوز أسود أترينجان. إلى أبرز ما جاء في الصحف العربية والبداية من صحيفة الشرق الأوسط. البيت الأبيض والكرملين اتهامات متبادلة تهدد بقطيعة. التحالف يضرب معاقل حوثية في صنعاء والحديدة. اتهامات في لبنان بتوظيف القضاء لخدمة عون وحزب الله. فلسطينيو الضفة ينتخبون مجالسهم البلدية وغزة تمتنع. باشغابة يبحث حول حلول سرية لدخول طرابلس. من صحيفة الاتحاد الإماراتي إحباط هجوم إرهابي حوثي وشيك على ناقلات النفط. خبراء للصحيفة هجمات الحوثي تهدد استقرار المنطقة والعالم. السيادة السوداني يرحب بالمبادرات الأممية الإفريقية. تونس تفكيك نحو 184 خلية إرهابية في 6 شهور والكشف عن مخططاتها. الصومال لمقتل 6 جنود باشتباكات في جلمدغ. من صحيفة القبس الكويتية بعد دك التحالف معقلهم ردا على استهداف منشآت أرامكو. الحوثيون يعلقون الهجمات لمدة 3 أيام. روسيا تعلن مفاجأة دونباس هدف رئيسي. البرلمان العراقي يفشل في انتخابات رئيس الجمهورية والمستقلون يخذلون الصدر. من الدستور الأردنية الاحتلال يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى في رمضان. وقف في سلوان رفضا لتحويل أراضي أوادي الربابة لحدائق توراتية. الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين واتفاق أردني عراقي على مواصلة العمل بمذكرة استيراد نفط كركوك. إلى الصحف العالمية ونطلع من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. روسيا تقصف غرب أوكرانيا بالصواريخ وبايدن يندد بوجود بوتين في السلطة. طهران تؤكد الاتفاق النووي وشيك والاتحاد الأوروبي متفائل بالاندماج بين إيران والغرب. بايدن يقترح فرض ضريبة على المليارديرات في موازنة عام 2023. من صحيفة ليموند الفرنسية الكرملين ليس لبايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا والروس وحدهم من يختارون رئيسهم. المبعوث الأمريكي لإيران لم نقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية. مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان لن أنافس مرة أخرى إذا خسرت الانتخابات. إصابة كورونا العالمية تتجاوز نحو 477 مليون إصابة. من الاندبندنت البريطانية بريطانيا تشير إلى إمكانية رفع العقوبات على روسيا إذا انسحبت من أوكرانيا. آلاف المتظاهرين في لندن دعما للأوكرانيين. واشنطن تأمل في أن تتراجع طالبان عن حظر تعليم الفتيات. إصابة 4 جنود في انفجار قنبلة بجنوب تايلاند. من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بايدن يلتقي لاجئين أوكرانيين في بولندا. أنتوني بلينكن يحضر قمة عربية إسرائيلية خلال جولته بالشرق الأوسط. العقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني مستمرة بغض النظر عن الاتفاق النووي.
من أبرز التصريحات التي جاءت بصحف اليوم من الجمهورية، الرئيس السيسي: الإرهاب يحد تحدي حقيقي للتنمية بإفريقيا، والإسراع بإنهاء مفاوضات التجارة الحرة القارية مهم. من الدستور الأردني: رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: الدول العربية والخليجية ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان. من وول ستريت جورنال الأمريكي: الرئيس الأمريكي بايدن: النزاع في أوكرانيا فشل الاستراتيجي لروسيا، وأحذر موسكو من التقدم داخل أراضي حلف شمال الأطلسي. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية: حدد باحثون من جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية القشرة الشمسية القشرة الشمية في الدماغ التي تلعب دورا مهما في استجابتنا للخوف. واعتبر العلماء أن هذا العمل يكشف عن طريق جديد لذاكرة الخوف، ويمكن أن تؤدي النتائج إلى نقل نوعية حاسمة في كيفية تصورنا، وينتهي بنا الأمر بمعالجة اضطرابات الخوف مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق. من صحيفة ديلي ميل البريطانية: سيتم طرح نسخة رقمية بتكنولوجيا NFT لمذكرة التوقيف الوحيدة الصادرة في حق الزعيم نيلسون مانديلا، رمز النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في مزاد في كاب تاون. وقد صدرت مذكرة التوقيف في عام 61، ولم يتحدد بعد قيمة هذه الوثيقة الهامة. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.